هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ والله يا فندم هو كان ده حلم، حلم للشباب، حلم لشعب بسيط، رؤية سيد رئيس وحلم كبير للسيد الرئيس. رئيس في المقام الأول إنسان كان همه أن الشعب بيوصل له الخدمة في كل مكان، في كل قرية، في كل تابع، في كل مركز، عشان نقدر نوفيهم الخدمات والاحتياجات اللي اتحرموا منها على مدار سنين وعقود سابقة. يمكن خليني أقول لحضرتك أن مبادرة حياة كريمة عملت طفرة إنسانية في المجال والبعد الاجتماعي للإنسان، ما عملتهاش أي مبادرة تنموية في تاريخ مصر الحديث زي ما حضرتك بتقول، ولا في تاريخ العالم كله. وبعد الدراسات الدولية اللي احنا درسناها لكل المبادرات، ما كانش تم استهداف أي عدد من عدد اللي احنا مستهدفينه، اللي هو حوالي 58.7 في أي دولة من دول ولا العالم، ولا عدد ولا نسبة من السكان، ولا نسبة ولا عدد ولا هذه المحاور المتنوعة والشاملة لكافة أوجه التنمية المستدامة للإنسان في البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمعيشي للأسر وللقرى. مفيش قولا واحدا مفيش ولا مبادره تنمويه، وده بشهاده واشادات الدوليه والاقليميه لعديد من المسؤولين الدوليين والامم المتحده والاتحاد الاوروبي والعديد من زي الدكتور محمود محي الدين وإلينا بانوفا الممثله المقيم للامم المتحده، والعديد اشاد بذلك. يعني